يعني جهاز الدفاع المدني تقدر جهوده هذه الفترة، وخاصة أن جهاز الدفاع المدني ينتقل من مهمة إلى أخرى. الجميع يعلم أن المهام قد تجاوزت 500 مهمة خلال الخمس أيام أو الست أيام الماضية، ما يعني أن كل يوم أصبح لدينا 100 مهمة تقوم فيها طواقم الدفاع المدني. بعض المهام تطول إلى أكثر من 5-6 ساعات مثل مهمة الليلة. طواقم الدفاع المدني استمرت في إخفاء وانتشال الجثث وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. لا زالت طواقم الدفاع المدني تنتقل من مكان إلى آخر حتى تؤدي نداءات واستغاثة المواطنين رغم قلة الإمكانيات. أن يضرب مكان دون سابق إنذار، هذه نعتبرها جريمة كبيرة ترفع نسبة الشهداء وترفع نسبة الإصابات. طيب سيادة العميد، أنتم تعاملتم بشكل كبير طبعا مع كل الأبنية التي هدمت، لو تصف لنا واقع الدمار الذي وجدتموه وواقع الإصابات منذ ليلة الأمس فقط، لأنه ليلة الأمس كما وصفت بأنها كانت أو سميت بليلة القصف. نعم، كان القصف غريب جدا، بحيث أنه استهدفت منازل المواطنين ونصفت هذه المنازل على رؤوس قاطنيها. أيضا ضربت الشوارع التي تؤدي إلى هذه المنازل حتى تمنع طواقم الدفاع المدني وطواقم الإسعاف من الوصول بالوقت المناسب. لا زلنا حتى هذه اللحظة نعمل بين الفينة والأخرى، يتم انتشال شهيد. معظم الشهداء التي تم انتشالهم هذه الليلة هم من النساء ومن الأطفال ومن المسنين. كان يعني المناظر يقشعر لها الأبدان، بحيث أنه كانت طواقم الدفاع المدني تعمل وتسمع نداءات المستغيثين تحت الأنقاض. يعني رأينا قدرة الله هذه الليلة كيف لمبنى مكون من 5 طوابق أو من 4 طوابق يسقط على قاطنيه ويبقى هناك أحياء. تم انتشال مسنة، وأيضا تم انتشال 4 أطفال وشاب من تحت الأنقاض وهم على قيد الحياة وبصحة جيدة، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء. لكن الإصابات كانت كبيرة وكبيرة جدا ومتعددة نوعية الإصابات، وعدد الشهداء يعني ننتظر وزارة الصحة حتى تعلن عنه. نحن غير مخولين بأن نتكلم بعدد الشهداء. طيب أريد أن أعرف من حضرتك سيدة العميد، كم منزل وكم بناية تعاملتم معها منذ ليلة الأمس، وهل ما زالت أعمالكم في البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة لغاية الآن؟ يعني هذه الليلة تم استهداف مبنى مكون من 12 طابق، يعني مبنى مشتهى، ومن ثم الانتهاء من هذا المبنى يعني تخلل، يعني الاستراحة كانت أقل من ربع ساعة حتى توجهنا فورا إلى هذا الحدث المريب. قصف رهيب جدا متكرر بشكل أوتوماتيكي كان ممنهج، تم تدمير أكثر من 5 أو 6 منازل يعني جنبا إلى جنب، معالم الشوارع والطرقات تغيرت، كان القصف يصل إلى 5 و6 أمتار في الأرض، تغيرت معالم المنطقة حتى أنني يعني شككت أن هذا المكان يعني لا أعرفه مسبقا، رغم أن هذا المكان قريب من مكان سكناي. دائما ما نتوقع الأسوأ من هذا العدو الغاشم على أهلنا في قطاع غزة. أن تقصف أطفال ونساء قاطنين آمنين داخل بيوتهم بهذه الطريقة هي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي وتحاسب عليها الأعراف الدولية.